موجز الأخبار من حلب اليوم. الفرق المختصة بالدفاع المدني السوري تنقل جثامين 13 شخصا بينهم 4 نساء من المراكز الطبية والمشافي الخاصة بحالات فيروس كورونا في شمال سوريا وتدفينها وفق الإجراءات الاحترازية. الإدارة الذاتية التابعة للقسد تقول إنها قررت تطبيق حظر كلي في مناطق سيطرتها في الحسكة والقامشلي والطبقة والرقة اعتبارا من 26 من الشهر الحالي ولغاية 5 من كانون الأول المقبل بسبب تزايد عدد المصابين بالفيروس. موقع واشنطن أكزاماينر يحذر من قيام روسيا والنظام بشن عملية عسكرية جديدة في محافظة إدلب قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السلطة في بداية العام القادم. وعدد السوريين الذين غادروا مخيم الهول في محافظة الحسكة يبلغ 6000 نازح سوري منذ شهر حزيران من العام الماضي، فيما يستعد 300 آخرون لمغادرة المخيم الأسبوع المقبل. والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة ينفي مقتل إيرانيين من فيلق القدس خلال الغارة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا. وتنظيم الدولة يتبنى مقتل العميد في قوات النظام بشير سليم إسماعيل الذي نعته صفحات محلية موالية للنظام في بادية دير الزور شرقية سوريا.